هلا بناتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم الفيديو مثل ما تشوفون فلوج اني واختي واخوي بمول بغداد او مول الحارثية. طبعا هسه احنا دخلنا المول وداخلين للاندر جراوند او الطابق اللي تحت الارض. راح نفطر بيه، ناخذ فرع بيه وراح نشتري اشياء. خليكم ويانا. فبناتي هسه احنا نزلنا جوا، طبعا هو كبير بس ما اقدر اصور لانه ناس فما قدرت اصور. وبنات اول ما تنزلون راح تلقون بصف الدرج اكو هذا الكشك الكوري او الصيني، يمكن صيني، يعني حتى البنية اللي تبيع بيه هي صينية وهسه ولد بمكانها، يعني كانت اكو بنية بس هسه موجود ولد صيني ما اعرف كوري. المهم عندهم هاي الاشياء، عندهم اشياء كورية عندهم اشياء صينية. فجماعة الكيبوب اذا حابين انهم تجون هنا موجود بالاندر جراوند، اول ما تنزلون على ايدكم من اليسرى بصف الدرج. فشوفوا بنات عندهم شغلات مال كيبورد وعندهم اكسسوارات متنوعة، يعني يشترون اكسسوارات موجودة عندهم، اكسسواراتهم كلش حلوة. طبعا هذا هاند ميد يعني عمل يدوي، وهاي منا قلايد، قلايد مالتهم كلش حلوات. شوفوا هاي، طبعا ما عندهم صفحة على الفيسبوك، يعني سألناهم على صفحة على الفيسبوك بس قالوا ما عندنا، فما عندهم صفحة على الفيسبوك. وهاي القراصات شوفوها شلون حلوة، شكد كيوت. بنات هسه دخلنا للسوبر ماركت اسمه كوزمو، هماتي موجود بالاندر جراوند مال مول بغداد. هاي هنا طبعا كلها غسولات مال شعر ومنتجات عناية بالبشرة. هو طبعا كلش كبير كلش كلش بس ما قدرت اصوره كله من هناك ناس، فلقيت بس هذا المكان فارغ وادري بكم تحبون هاي السوالف فقررت انه اصور لكم اياها. يعني مثل ما تشوفون كل شيء موجود. فهسه داري اشتري كم حاجة منها. شوفوا بنات هاي كلها شامبوات وغسولات، يعني واحد يحتار شي يشتري. طبعا اريد اشتري غسول للجسم بس محتارة شاخذ هذا جونسون، ريحته كلش طيبة، هذا ابو الرمان وسعره 4500، 3500 العفو. وهذا كوزمانين، هاي الماركة كلش احبها لبنانية فمرات اشتري منهم. شوفوا بنات هاي غسول كلها، وبعد اكو غسولات بغير مكان، يعني بضاعة ما شاء الله خير من الله. طبعا هذا ركن خاص بالاطفال، يعني يشتردون موجود هنا، عطور على شامبوات على بودرة على ما اعرف ايش على زيوت كل هنا موجود. واكو ركن ثاني هماتين للاطفال، يعني هواية منتجات. بنات هسه احنا طلعنا من الاندر جراوند وحاليا بالطابق الارضي، هذا ميني سور ياباني. فدخلنا هسه حاليا بميني سور بدنا ناخذ فرع. شوفوا هاي اللعابات شكد حلوة، اوي فدوة الله شكد حلوة هاي. فهسه طلعنا من ميني سو وراح نصعد لطابق المطاعم. طبعا طابق المطاعم بي مو بس مطاعم، بي مطاعم وبي العاب وبي سينما، يعني بي هواية اشياء. فصعدنا حتى هم دنا ناكل وهم اختي تريد تشتري شغلات مال كيبورد، بي متاجر كيبورد بالنسبة لعشاق الكيبورد. يعني اذا حابين تشترون شوفوا هنا قناة كورية على ماسكات كورية وهاي السوالف. هاي اول ما تصعدون الدرج مقابلكم مباشرة. وهذا الكشك الثاني ما اعرف شو يسموه، المهم يعني هذا على ايدكم اليسرى، اول ما تصعدون الدرج على ايدكم اليسرى موجود. فماتي يعني عندهم شغلات كيبوب وعندهم شغلات انمي، فبالنسبه لعشاق الانمي والكيبوب اذا يعني اذا تسالون منين تشترون وما اعرف ايش، فهذول اول ما تصعدون بطابق المطاعم على ايدكم اليسرى. يعني طابق المطاعم بشكل عام بي اكثر من متجر. فهاي شغلات الكيبوب وهاي شغلات الانمي، هاي مال ناروتو يمكن، ما ذكر مال اي مال ناروتو.
المهم بنات، فشوفوا هاي قصص المانجا كلش حلوة هاي، يعني بس عشاق الانمي يفتهمون يعني شنو المانجا. المهم بنات، وهاي السوالف كلها مال انمي، وهاي مجسمات مال انمي هماتي الموجودة كلش حلوة. طبعا انا يعني احب الانمي بس يعني مو كلش متعلقه بيه، وكنت كلش احب كرتون لوفي بس بعدين يعني تركته ما كملته، بس كنت كلش احبه كلش متعلقه بيه بس بعدين تركته يعني. المهم فاني ابغى افلام انمي بس يعني ما عندي هذا التعلق، وبدرجه انه اشتري مجسمات وقصص مانجا وما اعرف ايش وهالسوالف. وطبعا هم هذول هم ينظمون مهرجانات مال كيبوب، يعني هسه البنية قالت عندنا مهرجان مال كيبوب اذا تحبون تحجزون تذاكر، فمتوفر عندهم التذاكر ومكانهم مثل ما قلت لكم طابق المطاعم، اول ما تصعدون على ايدكم اليسرى. اوكي اخذ كمامة بس. طبعا متنا من الجوع وصلنا لاخر حلقة، فرحنا قعدنا يعني هو المطعم هيك مفتوح، فتقعدون انتو باي مكان يعجبكم وتطلبون من اي مطعم يعجبكم. فطلبنا، انا طلبت كومبير واخواني طلبوا وجبة كنتاكي، ومن بعد الاكل قرروا انه يحلون فجابوا موطه يدخلوا ايس كريم بهالبرد، بس هو مو كلش بارد على فكره، والمول حار كلش. طبعا بنات هذا المجسم مال المول كله بشكل عام، احنا هنا كنا قاعدين. شوفوا بنات احنا هنا فتحت لكم بث مباشر، فبنات هو هذا طبعا مو بس مول، فندق وبي مهبط مال طائرات وبجراج وما اعرف ايش، وهاي هواية سوالف. طبعا حبيت انه اصور شعر على النهر بس ما لحقت اصوره، فطلعت بدون ما اصور شعر على النهر. المهم بنات، وحاليا احنا راجعين للبيت، فراح اترك اخواني يعني راح يروحون هم مساحة عدن، ومن هناك ينطلقون لبيتهم واني راح ارجع لبيتي. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. طبعا اشتريت مشتريات بس مو هسه راح اشوفكم اياها على مود الفيديو ما يصير طويل، ان شاء الله اشوفكم اياها بالفيديو الجاي. انتظروني بالفيديو الجاي، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. اشوفكم بفيديو جديد، ومع الف سلامة.